البنت الأمريكية ما مازال لها كان قلب جمعة، والأول مرة منذ بداية الحملة الأمريكية ظهر استطلاعات الرأي تقدما لدونالد ترامب المرشح الجمهوري أمام هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية. هذا الاستطلاع الأخير كان نوعا من صفعة الحقيقة للواقع المختلف الذي اجتهدت وجدت الدوائر المؤثرة على الرأي العام في صنعه. دونالد ترامب لم تدخر وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية جهدا في شيطنته وفي تقزيمه، فرأينا ممثلين عالميين أيضا يضعون شهرتهم في الميزان لقيادة الحملة ضد ترامب، بل ورأينا رؤساء قوى عظمى مثل فرنسا يخرجون من واجب التحفظ والأعراف الدبلوماسية ليجهروا بمساندتهم لكلينتون وبرفضهم لترامب. قامت الحملة المناهضة لترامب على أساس أرجومنت وحيد هو عدم جدارته بقيادة أمريكا. علاش عدم جدارته؟ قل قائل وهو رجل الأعمال العصامي الناجح. قالك لا، غير جدير وكهو، غير جدير على خاطره متحرش بالنساء، وكأنه أمريكية لم تعرف كلينتون ولا مونيكا ليفينسكي والفستان الأزرق، ولم تعرف كينيدي وهوسه المرضي بالنساء وقصة مارلي مورو معه. وقالوا غير جدير لأنه عنصري يكره العرب والمسلمين، وكأن أمريكيا بلد يبغض العنصرية، وهي البلد الذي يعتبر العنصرية رأيا كبقية الآراء بمقتضى لبخمي عمضنا. فتجد الكوكوكس كلان معترف به ينعم بالنشاط القانوني في أمريكا، وكأنه أمريكا بسياستها في الشرق الأوسط وفي المغرب العربي تحت رؤسائها المتوالي لم تبين أنها لا مشكلة فعلية لديها مع العنصرية، رغم خطابها المنمق البوليتيكال كوريكت والمعد لاستهلاك الأغبياء والمتمعشين. أمريكا اللي رأسها بوش يستنكف إعلامها اليوم، قالت من ترامب. ولهنا تطرح مسألة دور الإعلام والبروباغندا في توجيه الرأي العام العالمي بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة. فتحت تأثير هذه الطفرة الإعلامية التي نجحت إلى حد ما في اختلاق حقيقة مختلفة عن واقع الأشياء، نجد اليوم تونسيا في أقاصي قرى تونس يتجند على الفيسبوك دفاعا عن هيلاري كلينتون. هو صحيح إلى حد كبير أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستكون محددة للواقع السياسي التونسي بدور الإسلاميين المستقبلي فيه مثلا، ولكن من المضحك نوعا ما أن يعتمد التونسيون على البروباغندا الغربية البيان بونسانت لاختيار شق دون آخر في أمريكا. ولهنا زاد كان فهم ملاحظة تفرض نفسها، فهي وجود تونس اليوم في منطقة رمادية أصبحت للقوى العظمى في العالم تدخل مباشر في سيادتها وفي سياساتها الداخلية والخارجية. تونس اليوم أصبحت تعيش على نسق مجموعات نفوذ سياسية داخلية تشكل طوابير خامسة لقوى أجنبية، مما يجرها إلى عدم الاستقرار وينزع عن تونس صفة الرصانة الدبلوماسية التي طلب وسبتها. ولنا في الموقف من السعودية مثالا، السعودية اللي أصبح من غير الخافي اليوم تضاءل دورها كما تعرضنا إلى ذلك في عديد الكرات، أصيبت هذا الأسبوع بنكسة أخرى تبين تغير الخارطة السياسية في العالم. بعد سنوات من التدخل السعودي في لبنان بصفة جعلت المسار الانتخابي يتعطل تماما لسنوات، تفقد السعودية دورها في لبنان ويساند ممثل مصالحها السابق سعد الحريري انتخاب العماد ميشيل عون المساند من قبل حزب الله أنتخاب كرئيس الجمهورية. السعودية فقدت موطأ قدم آخر في المنطقة التي طالما سيطرت عليها بأموال بترولها الناضب اليوم. لكن رغم أن السعودية أصبحت حصانا خاسرا في المنطقة، فإن نجد أبرز شريك في الحكم في تونس اليوم أي حركة النهضة تصدر بيانا بمناسبة ما قيل عن الاستهداف الصاروخي الحوثي لمكة، وهي رواية فندتها عديد المواقع ذات الدراية بالمسائل الباليستية. عاد تصدر بيانا مخادرته تجديد المساندة للسعودية في حروبها في منطقة اهتماماتها غير اهتماماتنا، بل منطقة تريد أن تصدر حروبها وشرورها الطائفية نحونا. تصدر حركة النهضة هذا البيان العنري رغم أن رئيس الجمهورية يتمسك دائما بالحياد في مثل هذه المواضيع، ويخد تصريح لي في المجال هذايا كان البارحة عند لقائه بالبعثة الصحفية التونسية العائدة من العراق، إذ أكد على حياد تونس التام إزاء اليمن والسعودية. السياسة الخارجية التونسية اليوم يجب أن ترجع إلى سالف عهدها الذي كان في عهد بورقيبة وبن علي، ويجب أن يكون القول فيها موحدا ومنسجما، وإلا فمرحبا باللبنة. We'll be right back.